السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله اموركم تكون بخير يا ربي. سمحوا لي، من داك نغيب شويه، الله غالب عندي امور، عندي خدمه نخدم فيها ايتو، شاك فوا لازم نكون بزاف مشغوله، ما نلحقش باش نفيلمي دي فيديو. سينو الوغ اليوم كاين بزاف طلبوا مني هاد لا فيديو، كيفاش نعتنيو بالبشره تاعنا، بالفيزاج تاعنا، سواء في الليل سواء صباح، الروتين اليومي صباح ولا في الليل. اليوم جبت لكم روتين تاع الليل. عندنا زيت اللي ديما كيبيها، سواء عندي بزاف زيوت، انا جبت لكم، شوفوا عندنا زيت الحبه السوداء، بشرة ذات مشاكل، البشرة اللي فيها لي بوطو، البشرة اللي تكون جافة بزاف وما فيهاش هذاك شغل، ما تكونش اكلاتونت، هذه زيت الحبة السوداء حتعالج لك هذه المشاكل. وفوائد الحبة السوداء متعددة، عندك الويل دو كوكو، الويل دو كوكو هاي اللي تقدري ديماكيي بزيت الارغان، ولا هاد الخضرة راني نستعمل في هادي، شريتها تاع جيمي كوسميتيك، سي اليوفيرا، اليوفيرا اوريجينال، راني نستعمل فيها. شوفوا انا عندي هذيك النبتة تاع اليوفيرا، بصح شريت هادي راني نجرب فيها، شوفوا فيها 99% ناتورال وبيو، راني نجرب فيها كوم ان دي ماكيون، باسكو لابليكاسيون تاعها تابليكيها 20 à 30 minutes وتغسليها. الوغ راني نجرب فيها هاد لا سيمين، عجبتني، ايبر ادغاتونت وشابه، يعني الوجه تاعك تحسي هكا شغل راح له هذاك لي في تاع لا جورني كي تكوني ماكي، ولا ما تكونيش ماكي، باسكو راح تعرضي لاشعه الشمس، وراح تعرضي الغبار، لا بوسيغ، هكا شغل لا بو تاعك راح تحس مشاكل. ميم تكوني في الدار راح تخدمي، يكون عندك لا كويزين، الفوار، بزاف لي تروك، لازم تعالجي البشره تاعك، ما تخليهاش حتى يولي فيها دي كون بروبليم وتشقاي للطبيب. الوغ دوك نوريكم طريقه الاستعمال تاع لو دي ماكيون هكا بزيوت ولا بهذه لاليوفيرا. شوفوا نوري لكم بلا اليوفيرا، شوفوا ناخذ هكا كيما نقولوا كميه، شوفوا بلا اليوفيرا ندير هكذا قبل ما تغسلي وجهك، كيما قلت لكم تكوني ماكيي ولا ما تكونيش ماكيي، ولا تكوني بليكرون توتال، لا ميم شوز. شوفوا الحاجه الاولى واش ندير، نحكم ندير هكذا، شتو كي تشدها في يدك تشدها هكذا، تابليكي في يدك هكا في صبعتك، سوا الزيت سوا هادي تاع لا اليوفيرا، نابليكي هكذا هكذا هكذا، شغل نشوف فيها مليح، نسخنها، باش علاش؟ باش كي نحطها في وجهي رايحه تفتح لي لي بور ويتنقى الوجه تاعي من العمق. ندير هكا ابخي نبدا نحط هكذا، نحط بزوج يدي بزوج صباعتي، نحط هكذا نقيها بيان، هكذا نابليكيها بيان، ونشوفو ندير شغل دي موفمون سيركولير، نحط هكا شغل هكا دي موفمون دائريين، نديرو حركات دائرية للوجه، نخليه ينشف، نخليه هكا شوية، نخدم نحكم ان كوطون ديسك ولا دي لانجات دي ماكيون، نحي هكذا، نحكم لو جان نيتوايون تاعي هكذا. نستعمل هاد لي سيرفييت، يجو رقاق وماشي خشان وحنان، نستعملهم. وكيفاش تنشفو؟ تنشفي هكذا تي بوز، واللي عندها البشره حساسه وفيها لي بوطون تنشفي بلي بابي، شري دي بابي ابسوربون، كاين واحد الكاليتي تاع البابي تقول يجي شويه خشين هكا، بابي وحكمي نشفي وجهك هكذا ماشي بلا سيرفييت. نحكم لو دغوز ولا لو ميسولير، ولا ديري تحكمي هكا ترشي وتخليه ينشف، خليه 5 دقائق. ماذا واش ندير؟ نابليكي سيروم تاعي، عندي هذا السيروم تاع لا فيتامين سي ولا فيتامين او، ديجا تكلمت لكم عليه، وكاين واحد طبيعي مديته لكم خدمته لكم، راهو في لي فيديو اللي شغل ما تلحقش باش تشري واحد هكا 4500 ولا 4600 ولا ما تلحقش باش تشري، تروح تخدم هذاك، راني وريتكم كيفاش تخدموه، سي برسك لو ميم ايفي وحاجه ناتوريل.
تابليكي لو سيروم تاعك، وكي تابليكي السيروم تاعك نوريكم حاجه. شوفوا كي نابليكي السيروم ما نحكمش، نحك السيروم ما يضحكش. السيروم شوفي تمشي هكا ابري ديري هكا. سينو كاين هذا السيروم تاع لانكا نستعمله كيف كيف، بصح نستعمل هذا السيروم تاع لانكا جينيرالمون في الصباح، ومن بعد ندير لا كريم دو نوي تاعي ولا لا كريم اللي نستعملها صباح وعشيه ولا اون كريم ايدراتونت. انا نستعمل هذه تاع لانكا جينيفيك. كاين دي كاين دي كريم بزاف راهم متوفرين في الاسواق يعني، وعندي لو بير كاكاو ونقدر نستعمل هاد لي زيكسفوليون. شوفوا كيكون البشره تاعك ماشي حساسه يعني تقدري تستعمليهم تولي جو، تستعملي هاد لي زيكسفوليون ما تستعمليش هذاك لو جيل نيتوايون باسكو هادو يجو شويه قويين يعني البشره حساسه تقدري ديريهم اون فوا بار سيمين ولا دو فوا بار سيمين كوم ان غوماج. هذا تاع لوريال غني عن تعريف كامل يعرفوه. وكاين هذا هذا شريته ريسامون الحق ولا غير هايل بزاف هايل اللي يبيض من لا بروميير اوتيليزاسيون نفس الاستعمال كيما تاع لوريال. وتقدري تابليكي هذا مور لو جيل نيتوايون، نابليكي هذا اون كوش نخليه واحد 20 مينوت ومن بعد باش نغسلو. جيسبر عجبتكم لا فيديو، ما تنساونيش بلي جام ولي بارطاج مع لي زامي تاعكم، واللي مش دايره ابوني تروح تحت ودير ابوني. Et prochaine vidéo, inchallah. Salam alaikum.